لاباس يا اخويا حسين؟ لاباس الحمد لله. شنو رضيتي علينا؟ واخا مع المعراف راك عارف المشاكل. شنو مشاكل؟ عندك مشاكل؟ الوليدات والمدام كانت مريضة ولات تما مريض. اها كلشي مريض حركة 20 فبراير جات كنحتاج باغي واحد بوليسي زروادة توعد والله العظيم. أبارسا أبارسا بيا خير والو اخي كلشي بك. لا لا درتي لي هذا لاك هادشي اللي وصيتك عليه صافي المسائل موجوده شي اللي خاوه على خير اه هاد الساعه ديال عند الله دابا لا دابا مازال عطيني واحد الساعه يكون موجود صافي ساعه يلا كتعلم كتفلي عليا لا والله الا كتفلي عليا شوف اشغل بيه جا مليح حتى الصباح يعني زعما تبدا امور الله مع الصباح مع التخيط ولا مع السنين ديرو 9 دولار صافي يلا تبين عليك منافقه ما تبقاش كاملة ما تبقاش شتا في الدكة الجلسة هادي غادي تكون كاعدات و بوكا تكون حاطين اليد صافي راه فيها لا باس الحمد لله شتاك شتا تسالو لا باس بخير المهم الامور هادي بخير و على تكلفة لازم على تكلفة لازم نطق كاع المرض ديال السيد انت شوف اي تي ليا ما عرفتش اه يا سلام اه زعما ديال كور سيكيورتي اه